يقول تدرون وين شغله وعز منياتي واول مطالبي وغايه منايه ليمسيت مؤمن وامن في حياتي ولا لحد بي دعوه ولا لي دعاي همسي بفرحه تكمله واجباتي ولا مشي تمشي طريقه الهدايه واول همومي لا تفوت الصلاتي واللي معي يكفي غداية وعشاي هم بعد علمي هذا شغل اسكاتي من كثر ما داريه اداريه بيح خفايا من كثر ما داريه بيح خفايا فكرت فيه سنيني الماضياتي لين انكشف وضع النصف اخوياي من لا حسب وش حسبه تلمذ زبلاتي مثل من يصلي بليا قرايها الناس فيهم من جميع الصفاتي مثل من يصلي بليا قرايها الناس فيهم من جميع الصفاتي واحسنهم اللي ما يحب الوشايه وشرهم من يحيي الميتاتي والحاقددها والخبيل العايه واللي يشب النار بين الذواتي هذاه يبغى له الحاله حكايه السالفه ما هي بهرجس عواتي لا والله اكبر خل عندك درايه اشرب دلوك من صفه الصافيات اشرب مدلو غير دلوك زرايه واحسب حسابك لا يفوته الفواتي ترى العلاج اخير منها الوقايه ترى العلاج خير منها الوقايه ترى العلاج خير منها الوقايه لا تندفع لو في اندفاعك رهات اصبر وشوف وين اتجاهها الرمايه اصبر وشوف وين اتجاهها الرمايه حسن التصرف يربح الخاسرات الا ان كان القار يخطا القرايه في حين اخذ الورد والصادراتي واخذ على اللي ما ورد لك جبايه اضرب من اولها على السايداتي واحذر من التطويل قدم المرايه ترى الغرور يطمن العالياتي والسد بزوده ما يعلى البنايه والسيه اللي يتبعها احسناتي تمحو وهذا في صحيحه الروايه وجزت لك مما عرفت بحياتي عسى الوليد ما خطاك وخطاي سلامتك. بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله الله يسعدك ابو عايض ما شاء الله.